القنيطري هو أجاكس طنجة. جينا القنيطري هو أجاكس طنجة في إطار الجولة السابعة من القسم الثاني للدوري المغربي للفوتسال، وعندهم معنا تاريخ يحترم في قسم الأضواء. كانت تسديدة مباشرة من عثمان الهكاري، لكن تصدي في الوقت المناسب من الحارس أيوب أغايس. كما قلنا يعني فريقين، فوز المدينة العليا كرة خطيرة، يعني خطيرة من حسام عقداوي، لكن الحارس أغايس دائما في المكان المناسب. سفيان الحلوي بين اللاعبين اللي كيتميزوا بالحلول الفردية، وأيضا تسديد من بعيد عند سفيان الحلوي وهدف. الهدف الاول لصالح دينا القنيطري كما قلنا. سفيان الحلوي اللاعب اللي كيتميز بالحلول الفرديه، يعني ست دقائق تقريبا على بدايه المقابله سفيان الحلوي كيتمكن من افتتاح التسجيل لصالح دينا القنيطري. التماس عند اللاعب محمد دحو كيسدد بشكل مباشر في العارضه. كانت تسديده مباشره من محمد دحو صدمت بالعارضه. كما قلنا محمد دحو اللاعب اللي كيمتاز بتسديده البعيد، زيدت عدد الفرق الى 16 فريق بالحاسم الاول. كره عند عبد الرحمن شرافي كيبحث على التسديد، كيبحث على التسديد والهدف. والهدف الاول لصالح اجاكس طنجه تقريبا 15 دقيقه على بدايه المقابله. اجاكس طنجه كيتمكن من تعديل النتيجه امام دينا القنيطري. يعني الهدف التعديل كان عن طريق اللاعب عبد الرحمن شرافي. كما قلنا عبد الرحمن شرافي بين الماضيه تسديده قويه من سفيان الحلاوي. سفيان الحلاوي كيسجل الهدف الثاني ديالو في هذه المقابلة، والثاني لصالح دينا القنيطري. يعني تقريبا أقل مابقاش بزاف على نهاية الشوط الأول. تسديدة قوية الوحيد عن طريق عبد الرحمن الشرافي. محاولة خطيرة لصالح أجاكس طنجة كيتقدم لها يوسف العمراني كيحاول يسدد تسديدة مباشرة والهدف. هدف جميل، هدف جميل لصالح أجاكس طنجة. ضربة خطأ جميلة وتسديدة مباشرة. ما كانش تنسيق في الحارس، ما كانش تنسيق الحارس في تسديدة مباشرة من يوسف العمراني. الحارس هشام خمسي ما تمكنش من التصدي لها، لم يحرك ساكنا. ما كانش تنسيق ما بين الحارس فريقين. مع ان الكرة خطيرة عند محمد صديقي، يعني جميلة جميلة جميلة. الهدف الثالث لصالح دينا القنيطري عن طريق محمد صديقي. كما قلنا اللاعبين اللي كيمتازوا بالحلول الفردية هو اللي غيكون مفتاح هذه المقابلة. هذه تمريرتين جميلتين ما بين محمد صديقي وسفيان الحلوي. محمد صديقي كيتمكن تسجيل الهدف الأول ديالو في هذه المقابلة، والهدف الثالث لصالح دينا القنيطري. القنيطري ثلاث أهداف مقابل هدفين. السدة كانت قوية من سفيان بخصوص، لكن الحارس غايس كيتصدى ليها في المكان المناسب. الكرة دائما عند سفيان الحلوي كانت مباشرة وبعيدة عن مرمى. أهداف مقابل هدفين. الكرة دائما عند اللاعب بوحسين كيحاول التمرير ديالها، لكن تدخل في الوقت المناسب من الحارس هشام خمسي. كانت محاولة خطيرة عن طريق اللاعب عبد الرحمن شرافي، لكن هشام خمسي كيتدخل ليسال أجاكس طنجة. الكرة عند سفيان الحلوي كضيعها أمام المرمى. كان خطأ دفاعي من كنا تقدم المدينة العليا بأربعة أهداف مقابل واحد. الكرة دائما عند أيوب شحاش غيبحث عن تسجيل مراوغة جميلة. جميلة من أيوب شحاش، كونترول رفيع من أيوب شحاش، وتسديدة كانت دقيقة ومركزة في أقصى زاوية ديال الكرة ديالو. الكرة عند لاعب أجاكس طنجة خطيرة من مهدي حيماش، وتصدي جميل من هشام خمسي. كانت محاولة خطيرة عن طريق اللاعب مهدي حيماش، لكن حارس ديال ديالو حسام عقداوي عند عثمان الهكاري غيسجل وكتضيع. عثمان الهكاري كيضيع الكرة بغرابة أمام مرمى الحارس مساوي، أمام مرمى الحارس أيوب غايس. خروج موفق من كرة عند سفيان الحلوي. كرة عند سفيان الحلوي غيبحث عن التسديد. كانت تسديدة جميلة، كانت تسديدة جميلة عن طريق سفيان الحلوي، لكن الخروج كان موفق من الحارس أيوب غايس. كانت محاولة جميلة عن أهداف مقابل هدفين على حساب أجاكس طنجة. كانت تسديدة مباشرة عن طريق اللاعب سفيان الحلوي، لكن أيوب غايس كيتدخل في الوقت المناسب. مراوغة دائما عن طريق اللاعب حسام عقداوي. ضربة خطأ اللاعب دحو الممتاز بالتسديد من بعيد، كيعطي الزميل ديالو العمراني. جول! يعني كما قلنا اللاعبين معين كيمتازوا بالتسديد من بعيد. محمد دحو فضل التمرير ديالو، ويوسف العمراني كيسجل الهدف الشخصي الثاني في هذه المقابلة، والثالث لصالح أجاكس طنجة كيقلص به الفريق. تبادل تمريرات سريع، تسديدة مباشرة.
يعني كانت خطيره على مرمى دينا القنيطري مباشره من عبد الرحمن شرفي طاطمس الدفاع دينا عند عبد الرحمن شرفي كيعطي الزميل ديالو محمد دحوق محمد دحوق سيده مباشره وتعديل النتيجه عبد الرحمن شرفي كيتمكن من تعديل النتيجه في الدقيقه 34 من المقابله كانت لعبه جميله ما بين محمد دحوق وعبد الرحمن شرفي الاخر كيتمكن من تعديل النتيجه 4 أهداف مقابل 4 ما بين دينا القنيطري واجاكس طنجه انه غيخرج اليوم تسديده مباشره من محمد الصديقي وتصدي جميل من الحارس ايوب غايس كنشوفوا سقوط اللاعب سفيان الحلوي لاعب دينا نتمنوا ما تكونش اصابه خطيره سلامه اللاعب سفيان غايس كيتالم في اليد ديالو بعد تصدي الكره محمد الصديقي نتمنى الشفاء العاجل سفيان الحلوي كنشوفوا تدخل المسعفين لارضيه الملعب نتمنى ما تكونش اصابه خطيره يتمكن من الحفاظ على الكره ديالو التسديده كانت جميله لكن تصدي موفق من الحارس ايوب غاس اللي كيرجع لارضيه الملعب بعد الاصابه مقدم كيتقدم غيبحث على التسديده وكتصطدم بالعريضه كانت تسديده قويه من لاعب اجاكس طنجه يوسف عمراني لكن كتصطدم بالعريضه الثواني قليل على نهايه المقابله سفيان الحلوي غيبحث على التسديد لكن تصدي التسديده كانت جميله من سفيان الحلوي تسدي موفقه من ايوب غايس التسديده الثانيه ما كانتش موفقه من لاعب دينا القنيطري والحكم كيعلن على ما بقاش بزاف على نهايه المقابله يقع كيرتفع الفريقين معا غيبحثوا على تسجيل هدف الفوز عثمان الهكاري كيلعبها طويله عند الزميل ديالو عود عكداوي الكره عند سفيان الحلوي كيحافظ على الكره ديالو كيسجل الهدف الخامس في هذه المقابلة الضربة القاضية من فريق دينا القنيطري هدف كان جميل هدف جميل وقاتل في الوقت المناسب دينا القنيطري كيتمكن من تسجيل هدف الفوز الخامس كينفذ الكرة ديالو كيلعب بشكل طويل ونهاية المقابلة بفوز فريق دينا القنيطري ب5 أهداف مقابل 4 على حساب اجاكس طنجة كما قلنا نهاية المقابلة كان معكم المهدي قشيني عبر قناتكم الف اجاكس سبور ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة كنشكر قناة الفجر سبور اش نقول لك اخويا المهدي راك عارف راك شفتي المباراة كي كانت شيقة بزاف كانت مثيرة كنا رابحين ب4-2 في الاخر تقلبنا وبقات 20 ثانية وماركينا بيت ديال الرباح بقات تقريبا شي 10 ثواني يعني دار طمور السي ادريس وقال لنا راه الماتش ما مشاش لينا نجيبو ان شاء الله وان شاء الله راك شفتي النتيجه كانت هذا رغم الصعوبات رغم كان الماتش شويه قاصح ولكن راه كنا الحمد لله فيزيكمون الدراري تايقين فيهم بزاف وتايقين في الطاقم ديال ادريس والحمد لله صح جبنا الفوز ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله راه هذا العام هذا ان شاء الله العام اللي فات زكرات طلوع هذا العام ان شاء الله طلوع ينادينا كيف تنقولوا يعني الرباح ضروري من هنا قدام ماتش بار ماتش يعني اي ماتش غادي يطيح في يدينا خصنا نربحوا ضروري. بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه كنشكروا هذه القناه اللي متابعه صغيره وكبيره صراحه اللي كتوفر لنا بزاف ديال الحاجات ما كناش كنجبروا معاهم الصعوبات. اول حاجه كنهنئ فريق دينا على المقابله اللي عملوا وكنهنا الاخ والصديق ادريس على هذا المجهود اللي كيعمل مع الدراري وكنبغي نقول للعابه ديالي صراحه شكرا بزاف على هذا الاداء اللي كيعملوا كانت مقابله في مستوى حسينا براسنا باننا لعبنا مع فرقه اللي هي متمرسه ما لعبناش مع شي فرقه اللي هي ناقصه ولا حسنا صح حنا كنا مزيانين ولكن بحد ما ساعدناش باش نربحوا هذه المقابله بحال اللي شاهدت. ملخص من هذه المقابله بالنسبه لنا حنايا كفريق اجاكس طنجة كنحاولوا اننا نرجعوا للمكانه ديالنا وبالنسبه لنا هذه الخساره هذه راه ماشي زعما النهايه ديال البطوله هذا غير واحد التعثر يمكن ان شاء الله مع نزيدوا نخدموا عليها شويه حسن ما تربح
وما تشوفش الخلل فين عندك. صراحه انا بالنسبه لي عجبتني المقابله، بس خسر مقابله باقي 3 ثواني ولا 4 ثواني، راه مقابله كتحكي المسار ديالك كيفاش كتحكي. انت صافي اش يمكن يوي لاعب اللي لعب مع المنتخب الوطني مع اجاكس طنجة كان لاعب، والان يعني تشوف واحد المسار ديالو كمدرب، شنو الفرق بيناتهم؟ هو الفرق اللي كاين هو فرق كبير صراحة، مقارنة مع الجيل اللي كنا حنايا فيه كانوا لعابة حتى هما عندهم الوزن ديالهم، ولكن كانوا إمكانيات ديال لوزونتخيمون ديال الماتشات ديال النقل المباشر إلا جينا نحضروا على راسنا راه ما غنجبروش عندنا حتى مقابلة مصورة. المقابلة اللي كنشوفها في هاد القاعة اليوم مقابلة راسخين اللي في الذاكرة ديالي ما عمري نساهم، خصوصا مدينة ديال قنيطرة اللي معروفة بالإنتاج ديال الفوتسال على الصعيد المغربي وشاركوا دوليا. الفرق اللي دابا هو ناقص لك تبارك الله كاين لاعبين حتى دابا ما قلوش الامكانيات ديالهم، كنتمنى يزيدوا يخدموا ويشاهدوا على الظروف اللي موفر لهم لا الجامعه الملكيه المغربيه ولا بهذا المنبر. هذا كنشكر السي هشام الدقيق اللي مدرب ديالنا والاب ديالنا اللي استطاع ان يرفع بالفوتسال المغربي واحد الدرجه اللي ما بدينا كنقرعوا منتخبات كبارين. ولا جيتي تشوف هذه المقابله اللي كانت اليوم راه المستوى ديال البريميرا ماشي المستوى ديال السيكوندا، وان شاء الله مع مستقبل كره الفوتسال ديال المغرب عقول كلمه ديالو، ونتمنوا في المونديال حتى حنايا نكونوا حاضرين ان شاء الله.